أخبرت المنتخب السعودي والمنتخب نيجيريا مباراة ودية استعدادا للاستحقاقات القادمة بالنسبة للمنتخب النيجيري كأس أفريقيا وبالنسبة للمنتخب السعودي كأس آسيا. لكي تشاهد معنا المباراة معرف فضل الله طلب استرداد واشتراك بقناة وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستضيف هذه المباراة ملعب استاديو مونسيبال دو بورتيامو بالبرتغال. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لقنوات الناقل المباراة، قناة اس اس سبورت اتش دي واحد الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا واشتراك القناة وتفعيل خاصة تصل على الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.